بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم. لو اول مره تشوفوا القناه اتمنى تضغطوا على كلمه اشتراك وتفعلوا الجرس، كمان تعملوا لايك للفيديو لمزيد من فيديوهات الاسكان الاجتماعي. قال المهندس عمر خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان ان الوزاره بدات منذ 11 مايو الجاري استقبال طلبات حجز الوحدات السكنيه مشروع الاسكان المتوسط الخاصه بسكن مصر إلكترونيا بواقع 2662 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة. وأضاف المهندس عمر خطاب أن المواطن الراغب في حجز الوحدات السكنية بالمشروع سيحصل على كراسة شروط من الموقع الإلكتروني، وسيختار الوحدة السكنية الراغب في حجزها بعد تسجيل استمارة الحجز وتحويل 50,000 جنيه و500 جنيه مصروفات إدارية إلكترونيا لتجنب حدوث زحام وتكدس من المواطنين. وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان أي مواطن بإمكانه التقدم للحصول على وحدة سكنية في مشروع دار مصر بشرط عدم استفادتهم من قبل من مشروعات وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي.